ظهرت الرسومات البسيطة الملونة المعروفة بالإيموجي من أبرز وسائل التواصل حول العالم، ومو بس هيك تحولت كمان للغة التواصل بحد ذاتها، بيستخدمها الملايين ومنهم أنا وأنت بتطبيقات الدردشة والتواصل والمراسلات اليومية المتنوعة، وكل التطبيقات ولوحات المفاتيح بتدعمها التقنية. بكفي تبعت رمز أو مجموعة رموز ضمن سياق الرسالة ليفهم الطرف المستقبل مضمونة بشكل تام. طبعاً بتشمل الرموز أشكال مختلفة من الحزينة والمعبرة للابتسامات والمشاعر والوجوه الضاحكة، لكن من وين إجت هالرموز؟ ومين يا ترى ساهم بانتشارها بهالطريقة الكبيرة؟ الإيموجي بالإنجليزية مصطلح ياباني الأصل مكون من مقطعين، الإي يعني صورة والموجي يعني حرف أو رمز، تم دمجها لتصير كلمة واحدة وهي الإيموجي ومعناها الصورة الرمزية. وبسبب الإقبال على استخدامها بكتابة الرسائل الإلكترونية اليابانية وصفحات الويب، تم تسجيلها بقاموس أكسفورد الإنجليزي سنة 2013. الرموز التعبيرية ظهرت لأول مرة بأواخر التسعينيات من القرن الماضي باليابان. أدخلت شركات الاتصالات اليابانية أول مجموعة رموز تعبيرية للمساعدة بتسهيل التواصل الإلكتروني عبر الرسائل، ومن بعدها صارت الاختصارات اللطيفة الشائعة وشعبية، وطورت بعض منصات الإنترنت أيقوناتها الخاصة على مدار العقد الأول من القرن العشرين. نتيجة لاستخدام المكثف من قبل كل الأعمار، كانت سنة 2015 بدون شك عام للرموز التعبيرية بلا منازع.